مساء الخير يا شباب، النهارده معاكم مستر مايكل الحلمي. هنتكلم على برنامج جديد في العملي في بالنسبه لطلبه اولى اعدادي. ده برنامج اسمه برنامج جيمب. ده بنقدر نتعدل فيه ونظبط فيه حاجات في الصور زي برنامج الفوتوشوب بالظبط لو تسمع عنه. بس احنا زي ما قلنا قبل كده ان برنامج الجيمب ده برنامج اوبن سورس، لكن برنامج الفوتوشوب ده حاجه كلوز سورس. فالجيمب ده حاجه متوفره وسهله على الانترنت، نقدر نجيبها ونتعامل معاها بشكل سلس. فاحنا هنتعلم عليه النهارده ونشوف البرنامج ده شكله ايه ونبتدي مع بعضنا. اول حاجه بنفتح البرنامج بتاعنا. ادي شكل البرنامج اول ما بيفتح معانا برنامج الجيم. بيبقى عندنا حاجتين في البرنامج، حاجه اسمها مالتي ويندوز مود وسنجل ويندوز مود. يعني ايه الكلام ده؟ هو شكل جايبين شكل البرنامج هنا، شايفين ادي الخلفيه ورا اللون مختلف، وظهر لنا البرنامج على ثلاث اجزاء. تمام، نفتح البرنامج الاساسي بتاعنا اهو. ادي عندي البرنامج، ادي شكله اهو، ادي على ثلاث اجزاء. ده كده اسمه مالتي ويندوز. طيب انا حبيت افتحه على السنجل ويندوز، بعمل ايه؟ بروح على قائمه ويندوز، نختار سنجل ويندوز مود، بنلاقيه بالظبط على طول اتحول للبرنامج دي قطعه واحده، حاجه واحده. نقدر نحركه مع بعض كده، لو صغرنا دي بنحرك بيتحرك معانا كل شويه ادوات هنا وجزء دي ومجريه، كله بيتحرك مع بعض. يبقى ده اسمه سنجل ويندو مود او مالتي ويندو مود. طيب نروح الحاجه اللي بعد كده، نتعرف بقى على الانترفيس بتاعه البرنامج او التولز بتاعته اللي هنستخدمها مع بعضين. اول حاجه عندنا هنا الجزء رقم 1 ده اللي هو هنا، ده اسمه المين تول بوكس. المين تول بوكس ده عباره عن ايه؟ ده فيه اكتر من حاجه موجوده. ممكن نلاقي فيه حاجه اسمها سلكشن تول، حاجه اللي هي الباك والفرونت كولر، نروح نشوفها في البرنامج بتاعنا كده. ادي الجزء ده المين تول بوكس، ادي السلكشن تول، ادي الابس، ادي الاشكال دي كلها. وادي عندنا اللونين فرونت كولر وباك جراوند كولر، ده كل ده موجود فين؟ في المين تول بوكس. تاني حاجه هو معلمنا عليها نمبر 2 اللي هو الجزء اللي هنا ده، اسمها ذا تول اوبشن دوك. تول اوبشن دوك دي اللي موجوده تبقى اسفل المين تول بوكس، و ادي الشكل بتاعها في البرنامج بتبقى موجوده في الجزء ده. تمام، وادي المكان هنا. طيب نروح على رقم 3. رقم 3 الجزء ده اللي في النص، شايفين اللي هو فيه رسمه الورده ده. رقم 3 ده اسمه ايمج ويندوز، اللي هو انت بمجرد بتفتح اي صوره اي حاجه بتبقى موجوده في الجزء اللي في النص ده هنا، عشان كده سماه ايمج ويندوز. طيب نمبر 4 اللي هي اللاير والشانل والباس والاندو، اللي هو الجزء اللي هنا ده اللي على اليمين ده، في اللايرز، ده في الشانل والباس والاندو، ده موجود كله فين؟ في الجزء اللي على اليمين فوق. نمبر 5 فيها البراش والباترن جرادي، ده اللي هو الجزء اللي هنا شايفين، ادي البراش وادي الباترن وادي الجرادي، ده الجزء المخصوص على لو انت تختار مثلا بنسل عايز تلون بيه، تختار شكل الفرشه بتاعتك، شكل نجمه، شكل هنا، دي اشكال متعدده هناخدها قدام بالتفصيل واحده واحده مع بعض. نتنقل على الجزء اللي بعد كده. اول حاجه عندنا اسمها سيليكشن تولز او ادوات التحميل. سيليكشن تولز دي موجوده في البرنامج في قائمه تولز، نختار سيليكشن تولز اهو، ادي هما موجودين هنا، دي سيليكشن تولز، او نقدر نلاقيهم موجودين في مكان تاني في الجزء اللي على الشمال. ادي السيليكشن تولز، ادي الحاجات اللي موجوده فيها بالتفصيل نقدر نستخدمها واحده واحده. طيب اول حاجه في السيليكشن تولز عندنا حاجه اسمها ريكتانجل سيليكشن تولز، او جزء المستطيل او اللي هو الريكتانجل نقدر نحدده. طيب عشان نستعمل التولز دي لازم نفتح ونجيب اي صوره موجوده عندنا، مثلا نختار وليكن رسمه الورده دي. طيب ادي رسمه الورده، بنفتح من هنا نختار الريكتانجل، او نفتح تولز وسلكشن نختار الريكتانجل. اي تحديد بنعمله فيه هو بيدينا من جوه، لو ناخد بالنا في مربعات بتظهر. ايه لست المربعات دي؟ ان انا اقدر اكبر وصغر المستطيل اللي انا عملته، سواء كده او كده، لفوق لتحت. يبقى الجزء اللي هو المربعات اللي من جوه الداخليه دي وظيفتها ان انا اقدر اصغر واكبر بيها الريكتانجل، مش هعرف اكبره
بدل ما يعمل لي حاجة تاني أو اتمسح، لأ يبقى أنا أعمل كده أبتدي أكبر وأصغر مين المربعات اللي جوه الريكتانجل بتاعي. يبقى دي كده أول حاجة الريكتانجل سيلكشن تول. تاني حاجة عندنا لا حبينا نضغط لو تمام. طيب نرجع للريكتانجل هنا، واحنا دينا حددنا الريكتانجل هنا معانا وحابين نلون جوه. لو جبنا مثلا البنسل هنا او البرش وابتدينا اخترنا لون كده نحدد، انا برسم اي لون انا بحطه او بلونه مش هيطلع بره الريكتانجل ده انا محدده. هو هنا التحديد بتاعي انا حاطط له المكان ده، خلاص هو حدده. اي رسمه بلونها بتبقى موجوده جوه الريكتانجل دي، مش بتتغير ولا بتطلع بره حدودها. تمام. طيب قال لي لو انت عايز تلغي التحديد، يعني انا دلوقتي عملت التحديد من غير ما الون، هعمل مثلا كنترول زد وعايز الغي التحديد ده، بعمل الغي التحديد ده منين؟ عندي من قائمه سيلكت وادخل اعمل نمت لغى التحديد، او من حاجه تاني من قائمه سيلكت قلنا نمت، او من كنترول شيفت وكنترول وايه، اضغط على الكيبورد على شيفت وكنترول وايه هيلغي لي التحديد اللي انا عامله في الصوره بتاعتي. يبقى ناخد بالنا من ده، شيفت وكنترول وايه او من قائمه سيلكت بنختار كلمه نو. اللي بعد كده حاجه اسمها اليبس سيلكشن تول. اليبس دي اللي هي حاجه عامله زي الاوبل كده، بتدينا شكل بيضاوي في الصوره. من هنا سيب نختار اليبس كده، نقدر نشد نعمل ادي شكل بيضاوي برضه نفس القصه، بنقدر نصغر ونكبر من الحاجات اللي جوه بتبقى في الزوايا دي هنا. تمام، ممكن نحدد كده نكبرها تبقى كبيره صغيره نحولها سيركل ايا كان التحديد ده معانا في اي وقت نقدر نشتغل عليه. تمام، يبقى الموضوع بسيط. ندخل بقى على حاجه اسمها لازو فري سيلكشن. يعني ايه لازو فري سيلكشن؟ دي حاجه بتدينا تحديد مش منتظم. يعني احنا كنا الريكتانجل سواء المستطيل ده او الدايره بتدينا تحديد منتظم على الشكل، حاجه ثوابت كده. طب انا عايز احدد حاجه مش ثابته، يعني مش ولا دايره ولا مربع ولا مستطيل. قال لنا في حاجه اسمها اللازو فري سيلكشن، نختار اللي هو من هنا وبنقدر نحدد بيها بقى حاجه ايه تحديد يعني حاجه عشوائيه مش حاجه منتظمه. شايفين انا بحدد ازاي؟ مش ماشي في اشكال ثابته اهو، انا بحدد كده. تمام، بمجرد ما اخلص بيداني التحديد اللي انا عملته. طب ايه لازم التحديد ده؟ لو انا عايز اعمل ديليت امسح هيمسح لي الجزء اللي انا حددته. طيب لو انا عايز الون، الون التحديد في الجزء اللي انا حددته بس هيلون اهو، نختار كده بيلون الجزء اللي انا عملت له سيلكت بس مش اكتر من كده. فدي برده ميزه ان انا لو عايز احدد حاجه معينه مش عايز ادخل بره او جوه يبقى انا كده ايه معايا تحديد فري، حاجه مش يعني مش محدوده بمستطيل او بدايره. ادي الميزه بتاعت الفري. برده بنيجي نعمل سيلكت ونختار نان او شيفت وكنترول وايه بيلغي لنا التحديد. حاجه تانية حاجه اسمها الفازي سيلكشن او ماجيك باي. دي برضو حاجه شبيهه باللي قبل كده بس بتبقى فيها ميزه تانية. الفازي دي ان هي بتحدد لنا لون معين. الاداه دي في مكانها هنا اهو موجوده، بتختار فازي بيبقى عامله زي العصايه السحريه كده ماجيك باي. دي بتختار مجموعه الوان معينه، يعني دي مش شايفين بدوس، تديني تدريج الوان محدد. لو انا عايز اخد اكتر من تدريج بدوس في الكيبورد على زرار شيفت ويبتدي ياخد معايا بقيه التحديدات دي الوان اهو. انا جاي بنحدد وبياخد معايا بقيه التحديد كل ده، انا دايس على شيفت في الكيبورد هو كده حدد لي حوالين الصوره، خد كل الالوان المتشابهه او التدريج بتاعها كده، التحديد كله بتاع الصورة ظهر. سواء انا ديليت هيحددهولي او سواء ان انا هخش الون، برضه هلون التحديد من غير ما يجي عند الوردة خالص. يبقى انا كده عملت الوردة خلفية لونها احمر، ايا كان بقى نختار خلفية كويسة او التدريج اللي احنا محتاجه. ادي ميزة الماجيك وان او العصا السحرية دي، بيحدد لي تدرج الوان كامل ايا كان التدرج اللي بعلم عليه بيحددهولي وبيختار. يبقى ادي الفازي سيلكشن او الماجيك 1 2 زي ما شايفين هو شارح في الكتاب بينا نفس الفكره. حاجه ثانيه اسمها سمارت سيزرز او المقص، احنا بنسميها سمارت سيزرز. دي برضو بتحدد
يعني تقدر تختار بيها منطقة معينة تقدر تقصها ليها تحديد أدق يعني شوية برضو زي الماوس. نمسح اللي احنا عملناه هنا في التحديد، نفتح هنا سيلكت نان وبعدين التحديد، نختار سمارت سيزر برضو نفس القصة. سمارت سيزر بيختار لنا حاجة برضو مش منتظمة، ملهاش شكل منتظم، حاجة شبه يعني مش عايز أقول عشوائية، بس حاجة الشكل اللي انت تحدده او الشكل اللي تعمله برضو حاجه فري كده سيلكت، تقدر تختار منها اللي انت عايزه، تقدر تنفذ التحديد اللي انت محتاجه عليها. برضو هيديك نفس السيلكت، تقدر يا اما تعمل له تعكس او تقدر تمسح او تلون. يبقى كده احنا خلصنا جزء كبير من السيلكشن تولز بتاعت الجزء اللي عندنا اللي موجوده فيه برنامج الجيم. مساء الخير شباب، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ النهارده هنبدا درس جديد من دروس الجيمب، هو ديزايننج اند كرييتنج نيو ايمج. الدرس ده بيتكلم عن ايه بقى، ازاي نقدر نعمل نيو او ازاي نقدر نعمل صفحه جديده في برنامج الجيمب. ادي زي ما احنا شايفين، ادي اهو الكتاب هنا جايب لنا ازاي الخطوات بتاعتنا، وهنشوفها مع بعض على البرنامج. نفتح البرنامج، بنفتح فايل وبنفتح نيو او اختصار كنترول وان. طيب ادي الشكل اللي بيجي لنا، شكل البرنامج، ادي الفايل نيو. اول حاجه في حاجه اسمها تمبليت. يعني ايه تمبليت؟ لما نفتح التمبليت هدينا هنا حاجات مكتوبه، دي حاجات معناها قوالب جاهزه ومعده بمقاسات معينه، يعني كل واحد من الحاجات دي كلها مقاس ثابت معمول وجاهز ان انت تقدر تشتغل عليه. يعني مثلا عايز اختار ورقه اي 4 بتاعه التصوير اللي هي الاختيار ده، بدوس عليها بيدينا على طول هو الويتس والهايت بتاعتها اللي هي 20 في 29. تمام، لو انا حابب الورقه دي بختارها بقول له اوكي، بيفتح لي صفحه على حسب المقاس اللي انا مختاره. طيب نرجع تاني فايل نيو، يبقى اول حاجه عرفنا التمبليت، ودي بتبقى حاجات مقاسات جاهزه هو حاططها عنده، حاجات ستاندرد معروفه بنقدر نختار اللي احنا عايزه. طيب تاني حاجه من الحاجات اللي موجوده حاجه اسمها ايمج سايز. يعني ايه ايمج سايز؟ انا دلوقتي عايز اعمل شكل او اعمل حاجه ملف مفتوح بمقاسات خاصه بيا انا، مش محتاج حاجه من الحاجات دي، او الحاجات اللي هنا مش مكفيه الاحتياج اللي انا عايزه. بقدر ان انا احدد المقاس اللي انا عايزه كده، بختار اي مكان المقاس، بصغر بكبر في الطول والويتس والهايت براحتنا زي ما احنا عايزين، وبقدر اشوف ان كان عايزينها لاند سكيب او بورتريت، يعني عايزها بالطول او بالعرض الصوره، بقدر اقول له اوكي بيفتح لي الصوره بالمقاس اللي انا اخترته واللي انا عامله. طيب يبقى دي اول وتاني حاجه فيه. حاجه بقى كده تالت حاجه اسمها ادفانسد اوبشن. يعني ايه ادفانسد اوبشن؟ ادفانسد اوبشن دي معناها الاكس والواي اللي موجوده هنا الريزوليوشن. يعني هو اول ما تفتح ادفانسد اوبشن بيديك ريزوليوشن اللي هو اكس ريزوليوشن واي ريزوليوشن. يعني ايه ريزوليوشن؟ دي دقه الرسم او دقه الشكل اللي احنا هنشتغل عليه في الطباعه. طبعا كل ما كان الريزوليوشن ده اعلى كل ما كان الطباعه بتاعته هتبقى افضل والشكل اللي هيطلع بيه شكل احسن. يبقى هنا اول حاجه قلنا هنفتح برضو الكتاب نتابع مع بعض، ادي نمبر 1، ادي هنا التمبليت، تاني حاجه ادي الام سايز، بعد كده تالت حاجه الادفانسد، رابع حاجه هنا الاكس والواي ريزوليوشن، وادي هنا كده هتشرحهم لنا في الكتاب. تمام، طيب نرجع على حاجه هنا تاني في البرنامج اسمها كولر سبيس. كولر سبيس عندنا اختيارين فيهم، حاجه اسمها RGB color وحاجة اسمها gray scale color. ايه الاتنين دول؟ ال RGB color دي تجميعة التلات الوان مع بعض اللي هو الريد والجرين والبلو. تمام، والجراي سكيل اللي هي حاجة بلاك اند وايت، حاجة ابيض واسود. يبقى ال RGB color لو انا عايز الصورة دي الوان، او الشغل اللي انا هعمله في الورقة اللي فاتحها دي دلوقتي الوان، هختار ال RGB. عايز اشغل ابيض واسود او بلاك اند وايت، هختار الجراي سكيل هو التدرج الرمادي بتاع الصورة. تمام، طب احنا بنشتغل دايما ار جي بي عشان يبقى عندنا حاجه من الالوان. الاختيار بتاع فيل ويز ده اللي هو بيديني الالوان اللي انا عايز املى بيها الصفحه، او عايز الصفحه الخلفيه بتاعتها شكلها ايه. تمام، يعني انا مثلا هو باك جراوند كار، لو هو زي ما هو فتحها لي كده وقلت له اوكي بيديني الخلفيه بيضاء. ليه اداني خلفيه بيضاء؟ لان انا هنا في الباك جراوند لو ناخد بالنا من اللونين اللي موجودين هنا في البلاك والوايت، الوايت ده الباك جراوند كولر بتاع الخلفيه، اللون الخلفيه اللي موجود اللي هيطلع في الصفحه. لو انا عكست كده اخترت ان الباك جراوند ده يطلع اسود، المفروض هنا لما نيجي نعمل نيو بيدينا خلفيه سودا. ليه؟ لان انا اخترت اللون اللي هنا اللي في الخلفيه هيطلع اسود. تمام، يبقى ده احنا كده عرفنا قائمه
او كرييت نيو ايمج، عرفنا التمبليت والايمج سايز والادفانس سواء الاكس او الواي ريزوليوشن والكارل سبيس والفيلوز. تمام، ادي اهو اللي موجود في المذكره، ادي الشرح بتاعنا. طيب هيديني حاجه جديده، هو بيقول لنا عايزين نتعلم نرسم او نعمل ديزاين، عايزين قال لي اعمل لي حرف اي وحرف جي. تمام، طيب رسمه حرف الاي وحرف جي دي هنعملها ازاي؟ احنا عملنا خلاص اوكي، ادي هنا النيو، انا اسف، ادي النيو الجديده اللي احنا عاملينها. قال لي بس انت هترسم حرف الاي وحرف جي باستخدام ايه؟ اداه اللازو فري سيلكشن. طيب هنبتدي نرسم بقى حرف الاي واحده واحده. ادي بدايه حرف الاي كده مثلا سي، ادي الضلع ده، وهننزل كده معلش هو الرسم ضعيف شويه. هنفترض ان ده حرف الاي. ادينا كده خلصنا حرف الاي. طيب عايزين نعمل حرف الجي معاه. طيب احنا لو فرضنا ان احنا ادينا خلصنا الدرو ده وعايزين نضيف حرف الجي هنا، لو انا جيت عملت حرف تاني او عملت اي رسومات تانية ايا كانت وقفلتها، هلاقي الحرف اللي جنبيها راح. طب ازاي بقى يا مستر؟ طب انا ازاي هرسم اتنين مع بعض وانا اللي عملته ضيع لي كل حاجة؟ هقول لك ازاي. هقول لك بقى بنرسم حرف الاي ونخلص خالص، بنروح على التول اوبشن اللي موجودة هنا على الشمال. لو بصينا في المود احنا واخدين الكرنت سيلكشن، لا احنا هنختار حاجة تانية، هنختار add to the current selection. يعني ايه add to the current selection؟ يعني الرسمة اللي هتضيفها، الرسمة اللي هترسمها جديدة غير اللي انت عملتها، هتبقى كأنهم رسمة واحدة، لما هتيجي تخلصها مش هتختلف. طيب نجرب اللي احنا بنقول، هنيجي هنا عند حرف الجي، نبتدي نرسم حرف الجي. طبعا حرف الجي ده اصعب من حرف الاي، فيعني ايه سامحوني في اللي هيطلع. هنعمل كده، انا على قدي في الرسم يا شباب، مثلا كده ولفها كده وطلع حرف الجي مضلع، بس ايه انتوا فاهمين ده حرف جي يعني. تمام الحمد لله، ادي عملنا حرف الاي وحرف الجي. طيب بيطلب مننا هو ايه بقى كده؟ بيطلب مننا احنا نعمل له لون، هنلونه. الموضوع سهل جدا، بنروح عند نختار من تولز ونختار البينت، ونختار مثلا سي البنسل او البرش، ونبتدي نلون اللون اللي احنا عايزينه. طبعا احنا حاطين لون ابيض، لا احنا مش عايزين، احنا هنا هنخليه مثلا سي نختار الريد او الاحمر، وهنبتدي نلون. يبقى احنا كده عندنا اهي، ادي حرف الاي وحرف الجي. تمام، يعني ايا كان ممكن البرش هنا نغير ونحاول نكبر هنا حجم الفرشه. شايفين ان انا كبرت حجم الفرشه منين؟ من التول اوبشن اللي موجوده على الشمال دي. انا كده عملت هوب، لو انت خلص لي بسرعه حرف الاي وحرف الجي. يبقى احنا هنا النهارده عرفنا ازاي نعمل فايل نيو، نعمل ايمج جديده، وازاي نعمل حرفين، نرسم حرفين حرف اي وحرف جي. تمام، وقدرنا نعمل من اللابس فري سيلكشن، وكان في حاجه جديده معاها ان احنا نعمل اد كارنت سيلكشن، ان احنا لما نيجي نرسم ما نضيعش الرسمه اللي قبليها، لا هو بكده معناه بيقول ضيف لي الرسمه الجديده مع الرسمه القديمه. طيب عندنا حاجه تانية نقدر ناخدها، شايفين الدبدوب ده؟ قال لنا عايزين نبتدي نتعلم نرسم رسمه الدبدوب دي. طيب تعالوا بقى نحاول نعمل حاجة تاني نتعلم. ادينا هنعمل فايل ونيو. تمام، طيب هنجيبه بقى منين ده؟ هنجيب من ناخد مع اللبس. طيب اول حاجة هنعملها برضه هنمشي واحدة واحدة، وهنحاول نطلع رسمة شبه الدبدوب. طيب هنكمل يا شباب معانا ازاي نقدر نرسم رسمة الدب دي باللبس. اول حاجة هنعمل الراس بتاعت الدبدوب كده. تمام، طيب عايزين نحط له الودنين معاه. بنعمل ايه؟ بنختار الاختيار اللي هو اد ذا كارنت سيلكشن زي ما قلنا المره اللي فاتت في حرف الاي والجي، بندوس عليه ونيجي نرسم. ادي كده جزء، ادي كده ودن، وادي هنا فرطار ان هو ودن. طيب وادي بقيه البادي بتاع الدبدوب، هتبقى كده. تمام، طيب ما نحاول نحط له هنا رسمه ايد، وادي رسمه ايد تانيه، وادي الدايره دي كده تبقى رجليه مثلا. تمام، طيب ادي اللي احنا عملناه اهو، ادي الخطوات زي ما موجوده في كتاب. تمام، طيب محتاجين نحط العينين والبق.
طيب انا لو جيت عملت هنا عينين، طيب انا بقول له اعمل لي اد، اعمل لي زائد. طب انا هنا جواه هينفع ان انا اعمل كده؟ لا، قال لي انت لو عايز تعمل حاجه تانية زي كده جوه السليكشن ده، في حاجه اسمها ايه، سبستراكت، يعني اخصم لي او اطرح لي جزء من الدايره. هندوس عليه كده، انا لما اجي لو تاخدوا بالكم يا شباب، هنا في طلع علامه ناقص من فوق، يعني لو بصوا هنا الماوس لما ندوس على دي، هنا في زائد صغيره من فوق، لو عملنا كده هنا في طبقة علامة ناقص او ماينس من فوق، معناها ان انا هاخد من السليكشن ده جزء. هعمل كده اهو، وهعمل كده اهو، يبقى انا كده ايه، اخدت من التحديد اللي موجود، انا كده بطرح منه. طيب هناخد جزء كده مثلا سي ان ده البق او اللي يخص الدبدوب. طيب وفي هنا في الجزء في النص يبقى لون تاني في الباندا، لو احنا عايزين نحركه مثلا كده. تمام، احنا كده عملنا ايه، ادي رسمة الدبدوب، عملنا الاد هنا وحطينا جزء على التحديد، وهنا الجزء ده السبستراك اخدنا او عملنا خصم من السليكشن ده وطلعنا التحديد ده. برضو نرجع للكتاب تاني اهو، نفس الفكرة، برضو بيعرف يرسم زي الى حد ما. طيب ومن بنسل، من باكت فيل هنقدر ناخد البنسل ونختار التلوين بتاعه، يعني هنيجي نفتح هنا مثلا، نصغر الفرشة دي شوية مثلا، احنا عايزين نختار البراون مثلا سي كده، مش هو اللون قوي يعني، بس احنا هنحاول نجيبه يعني بس. وادي كده اللون البني حددناه وتلونت، وبقى عندنا رسمة الدبدوب ومعاها الخصم والاضافة بتاعت كل رسمة فيهم. طيب ايه عندنا تاني النهاردة؟ عندنا حاجة ازاي اقدر رسم، اعمل رسمة بتاعت الاوفل دي، وان هي بقى فيها لونين، اللون اليلو واللون الجرين. طيب ازاي الكلام ده؟ برضو زي ما اتعلمنا، هنعمل فايل نيو، اوكي ادي ادينا الرسمة. طيب هنروح لللابس ونعمل كده، ادينا حددنا الشكل بتاعنا. تمام، طيب قال لي عشان يديني التحديد اللي من بره، الستروك اللي من بره ده، قال لي في اوبشن بخصوص لكده، قال لي لو فتحنا قائمه اديت وبنختار ستروكن ستروك سيلكشن، الستروك ده اللي هو الجزء التخانه اللي من بره او السماكه بتاعه الخط، اللي هو باللاين ويتس، بيقول لنا دي سماكه الخط بتاعنا. احنا بنعمل كده، بس طبعا احنا كنا محتاجين قبل ما نعمل ده لازم نختار اللون، يعني احنا هنا في الكتاب قايل لنا ايه، عايز من بره اخضر ومن جوه اصفر، يبقى نعمل اختار اللون ده لون اخضر، اخضر غامق شويه مثلا زي كده. تمام، طيب عندنا من اللابس هنا بنختار نعمل شكل الاوفل ده كده. تمام، وبنفتح اديت وبنختار ستروكن، هو بيبقى موجود فيه رقم، حبينا نزود الرقم ده، حبينا نزود السماكه بتاعه الخط، طبعا بنختارين اللون الاخضر من بره الاول، بندوس ستروكن، هو ادانا الشكل ده. ممكن لو حابين نقلله شويه، معرفش هينفع ولا لا، نجرب ما قللوش عشان احنا خدنا الاوبشن. خلاص يبقى ادي التحديد اللي من بره، ادي الستروكن، عمل لنا السماكه بتاعه الخط اللي من جوه. طيب تاني حاجه بنقول عايزين نملى ده باللون الاصفر، ادي الخطوات اهي زي ما قلنا، عملنا نيو وحددنا ده، اخترنا اللون الاخضر، بعد كده من قائمه اديت خدنا اللي هو ستروكن سيلكشن زي ما عملنا من فوق اهو، وادي التحديد، بعد كده هنختار اللون الاصفر هنا، نفتح دي ونختار اصفر زي ما مختارين هنا، بعد كده بنقدر نملى اللون ده ب نرسم او بالباكت فيلد، نروح كاتبين هنا بيطلع لنا لون اصفر مللنا التدريج كله على بعضه. تمام، يبقى احنا عرفنا ازاي نعمل فايل نيو، رسمنا حرف الاي والجي، بعد كده خدنا رسمنا الدب، وعرفنا ازاي نعمل سبستراكت واد لللابس ده من هنا، ادي هنا ازاي نعمل اد وازاي نعمل سبستراكت، والاوفل هنا ازاي نقدر نعمل ستروكن للدايره من بره، وازاي نملاها من جوه بلون تاني. يبقى ادي كده الجزء اللي معانا. اخر حاجه عندنا حاجه اسمها سيف ايمج. يعني ايه سيف ايمج؟ طيب دلوقتي انا خلصت الجزء ده عايز احتفظ بيه، يعني لو قفلت البرنامج من غير ما اعمل سيف لاي حاجه هتروح مني. طيب اعمل فيه سيف ازاي؟ بعمل فايل، نختار سيف او كنترول اس، طبعا بيقول لي اختار المكان اللي انت عايز سيف فيه، سي اختار ماي بيكتشر، وبنختار
سيف. تمام، هو كده عمل لنا سيف للفايل. بس هو في حاجه، احنا بنختار سيف وبيعمل لنا سيف، بيعمل لنا سيف باكستنشن مختلف، اكستنشن اكس سي اف. يعني ايه اكستنشن اكس سي اف؟ ده مخصوص لبرنامج الجيمب. يعني انت كده لما تيجي تفتح عشان خاطر تشتغل في الجزء اللي انت شغال فيه، هيفتح لك نفس الحاجه اللي انت عايزها، تقدر تكمل وترسم عليها تاني. هو مش بيسيف جي بي جي او بيسيف ام تي دي تاني، لكن احنا الفايل سيف بيدينا الاوبشن ده. تمام، قدام شويه هنعرف ازاي احنا نطلع الصوره بامتداد مختلفه، لكن لحد هنا ده احنا عرفنا ازاي نقدر نسيف، نقدر نعمل نيو، ونقدر نعمل الرسومات اللي احنا عايزينها. طيب هندخل على حاجه جديده هنا اللي هي البينت تولز. هو هنا بيقول لنا عندنا اكتر من حاجه بنستعملهم في موضوع البينت. احنا لو فتحنا هنا تولز وبينت، ادي الاوبشن اللي موجوده عندنا. في حاجه الباكت فيل، وحد بليند، وادي بنسل، وهكذا. في حاجات كتير هناخدهم واحده واحده دلوقتي، ونعرف ايه اللي علينا فيهم ونبتدي نشتغل مع بعض. اول حاجه عندنا البنسل تول. بنسل تول دي اداه موجوده فين؟ هنجيبها من طريقتين، يا اما من تول نختار بنسل، تمام اهي، او موجوده عندنا فين في الجزء اللي هنا، هنختار منها ادي البنسل. سي مثلا هنعمل نيو تاني، ادي البنسل. طب انا شايف ان البنسل هنا بكتب بيه ده كبير قوي، طب يعني ازاي اخد اختار دي؟ قال لي عندي في الدوكس التول اوبشن هنا، ده هنا البرش حجمها قد ايه. انت ممكن تقدر تصغر وتكبر حجم البرش بتاعت البنسل، تمام، نقدر نتحكم فيه ونتحكم في الاوبسيتي بتاعته وحجم الدايره. لو احنا شايفين الدايره بتختلف كل شويه من هنا لهنا، او ميلان الفرشة نفسها، تمام. وبنختار الفرش هنا، يعني مثلا هذا شكل دايرة، هنا ممكن نعمل حاجة شكل نجمة، تمام. ممكن حاجة هنا حاجات بنقطة او حاجات مختلفة كده، ودي الاوباسيتي بتاعتها دي اللي هي ايه، درجة الترانسبيرنس بتاعتها. ادي الفرشة وادي حجم الفرشة بنختاره من هنا. ولو اخترنا الفرش بندينا اشكال مختلفة زي ما شفنا في البرنامج، ونقدر نختار منهم. وزي ما اخترنا النجمة ممكن نعمل بيها شكل النجوم الكتيرة دي. طيب الحاجة اللي بعد كده حاجة اسمها بليند تول. ايه البليند تول دي؟ نروح نشوفها في البرنامج. مثلا احنا هنعمل كنترول زد بقى لكل ده، مش محتاجينه. طيب يعني زي ما قلنا في حاجتين، يا اما نجيبها من الاوبشن تول او من الجزء اللي على اليمين. ادي البليند تول هنا موجود اهو، تمام. او بنفتح البليند تول دي، بيدينا في الاوبشن تحت هنا اختيار مختلف. الاختيار ده بيقول لنا فيه هنا تدرج الوان. تدرج الوان هو موجود في البرنامج، انت تقدر تختار التدرج اللي انت عايزه وتقدر ترسم بيه زي ما انت شايف كده. مع كل رسمه بيديك شكل، او مع كل اتجاه بيغير لك شكل الالوان بتاعت البليند تول. ممكن نغير شكل التدريج اللي هنا، نختار الوان مختلفه تاني مثلا سي اهو. كل ما تغير الشدة بتاعة الماوس كل ما بيديك تدرج نفس الألوان بس بشكل مختلف. طيب أنا أقدر أغير في الدايرة دي، أو أقدر أغير في الألوان دي. ممكن نقدر نستعمل أوبشن كذا أوبشن تاني، يعني مثلا نيجي هنا أو أنت هنا عايزها خطوط مثلا، ولا ممكن ناخدها حاجة سكوير كده يبقى ده حاجة مربعة، تمام. او ممكن عايزة حاجة هنا شبه دايرة كده تدينا دايرة في النص، تمام. في اكتر من حاجة موجودة في الاوبشن هنا في الشيب ده، في الشكل بتاعه، تمام. وبنقدر نقول زي ما قلنا نغير الوان بتاعتنا من هنا، نختار التدريج اللي احنا عايزينه. طيب الاداة اللي بعد كده حاجة اسمها سمادج تول. سمادج تول دي بتدينا حاجة زي تسييح كده للون. يعني لو فرضنا مثلا هنجيب الصورة الأولانية بتاعت اللي احنا واخدينها دي، وعايزين نختار الأداة اللي هي سمادج تول اللي هي عاملة زي رسمة الصباع دي. نفتح هنا البرنامج ونروح مختارين الرسمة دي. بس طبعا احنا مختارين برش تانية، بنختار البرش العادية. ادينا اخترنا البرش هنا، وبنعمل كده بنشوف هو بيعمل ايه. بيسيح لي اللون، بيطلع اللون كده، يعني كأنه ايه، بيدمج الألوان على بعضيها. ادي اداه بتاعه السمادج تول واللي بتعمله من هنا. مجرد بس احنا اخترنا براش من هنا، براش عاديه خالص اللي هي الثابته، ابتدي تسحب اللون، بيبتدي زي ما انتم شايفين كده بيسيح ويدخل الوان.
في بعض. هنكمل مع بعض يا شباب دلوقتي بقيه التولز الموجوده. في حاجه عندنا اسمها الكلون تولز. الكلون تولز دي معناها ايه او بتعمل ايه؟ دي بتعمل لنا كوبي بارت اوف بيكتشر، يعني بتدي تنسخ لنا جزء من الصوره اللي احنا عايزينها. طب طبعا لازم اهم حاجه ان احنا نبدا عايزين على زرار كنترول. طب بنستخدمها ازاي؟ لو فتحنا هنا مثلا سي ادي رسمه الطائر عندنا، وبختار ادي الكلون تولز اهي من هنا تمام، واجي هنا واروح دايس كنترول، هدوس كده وابتدي ارسم في اي حته انا عايزها. هو بياخد لي بالظبط الحاجه اللي انا ماشي. بتلاقي عندنا في دايرتين، الدايره الاولانيه دي بتمسخ والدايره الثانيه بتلون، شايفين اهو، بتاخد من هنا وتحط هنا. عمل لي طائر تاني بنفس الشكل ونفس الفكره اهو، هو اهو تمام. دي ادي ميزه، او ممكن لو عملنا كده نعمل واحد تاني في المنطقه دي، لو عملنا هنا ممكن في كل حته هنتحرك فيها هو بياخد من الجزء اللي انا رسمته وبيكمل لي حاجه تانية عليه. يبقى ادي الكلون تول دي معناها بتعمل لنا كوبي جزء من الصوره او ممكن الصوره كلها. طبعا في امثله كتير عليها في الكتاب زي ما احنا شايفين، ان انا ممكن اخد جزء هنا من الصوره في الحته دي واشيل مكان الشخص اللي قاعد على الكرسي او امسح وهكذا. في اكتر من مثال واكتر من حاجه ممكن نتدرب عليها ونكمل عليها تدريب مع بعضنا. طيب ايه تاني عندنا في الكتاب نقدر نكمل عليه؟ في حاجه عندنا هنا ترانسفورمر، ترانسفورمينج اند ريسايزنج تول. اول اداه هنستعملها في ترانسفورمينج دي اللي هي اداه الموف، ان انا ازاي اقدر احرك حاجه. يعني احنا بس طبعا محتاجين نمسح كل اللي اتعمل في الصوره دي تمام. طيب اداه الترانسفورم اللي هي الموف فين موجوده عندنا هنا في الجزء ده، او طبعا من تولز والسلكشن، سوري انا اسف، من الترانسفورمر هنا بنختار موف. دي بتقدر تحرك للصوره، يعني ممكن احركها، بص شايفين اتحركت من هنا، بقى في جزء فاضي هنا يمين شمال، بحرك الصوره زي ما انا عايز. يبقى دي هنا اول حاجه اللي هي الموف تول. طيب التولز اللي بعد كده عندنا حاجه اسمها كروب. كروب دي بتعمل لنا ايه؟ بنستعملها عشان نعمل كات ابارت اوف ذا ايمج، نقدر نقطع صوره جزء من الصوره بتاعتنا. يعني مثلا انا عندي الصوره دي هنا ومحتاج اعمل لها الكروب زي ما احنا شايفين هنا شكل الاداء موجوده فين هنا اهو تمام. بنفتح البرنامج، ادي شكل الاداء بتاعت الكروب، واجي اروح محدد الصوره ودبل كليك، عمل لي ايه؟ شال لي كل الجزء اللي انا مش عايزه زياده او اللي محددتوش. يعني تاني انا محتاج اخد الجناح بس، عملت تحديد، عملت له كروب على الجناح، دبل كليك اصل الصوره، شال كل حاجه وساب لي الجناح اللي انا عملت له تحديد. يبقى ادي اداه كروب. تاني حاجه الرقم 3 عندنا حاجه اسمها روتيت تولز. روتيت تول دي معناها ان احنا بنقدر نعمل روتيت للايمج نفسها بنلفها. الروتيت دي بنقدر نختارها من فين؟ من هنا، ونعمل كده على الصوره، بيدينا هو الشبكه دي والانجل بتاعتها. بقى انا عايز الصوره زاويتها ايه، يمين شمال فوق لتحت، واقول له روتيت، بيلف الصوره، الصوره بتغير اتجاهها حسب زمنة عملتها تمام. ادي اداه الروتيت تول. طيب طيب الاداه الرابعه عندنا اسمها فليب تولز. يعني ايه فليب تول؟ دي الاداه بتقدر تعمل لنا فليب للايمج، او بتقدر تعمل عكس الصوره تعكسها سواء هوريزونتال او فيرتيكال. طيب نقدر نختارها ازاي؟ بنختار هنا فليب تول، وبننزل على التول اوبشن هنا، سواء نختار بقى سواء هوريزونتال، بص عكس لنا الصورة من اليمين للشمال، او عايزينها فيرتيكال بيعكس الصورة فوق لتحت. يبقى هي الفليب تول فيها هوريزونتال وفيها فيرتيكال. الاداة اللي بعد كده اسمها سكيل تول. سكيل تول دي حاجة اداة بتقدر تخلينا ادي اوريجينال وادي افتر تشينج، بيورينا ان ممكن نعمل فيه فرق ما بين الصورة في السكيل. انا بقدر احدد حجم صورة اهو، عملت لها سكيل صغرتها، ممكن الطول بالعرض، ممكن نعمل كده نحدد من الشبكة اللي هو عاملها لنا دي، او نختار الطول والعرض الويتس والهايت زي ما احنا عايزين من الاوبشن ده. هو بيحدد لنا مكان الصورة او حجم الصورة بتاعتنا. وعشان نقدر نحركها طبعا بنختار موف تول من هنا، نقدر نحرك الصورة يمين او شمال زي ما احنا عايزين. يبقى دي اداة اسمها سكيل تولز. طيب هنبدا مع بعض في حاجه اسمها ايمج لاير. ايه ايمج لاير دي؟ او هي طبقات الصوره، ان الصوره عندنا يبقى فيها اكتر من طبقه،
شايفين هنا الرسمة، ادي الرسمة الأساسية، هو عاملين هنا صورة برنامج الجيمب، وهنا كاتب جيمب وكاتب يوزر مانوال، لكن هو في البرنامج عاملها بأكتر من طبقة، بحيث في الآخر شايفين احنا حاجة واحدة. طيب هنفهم ده ازاي؟ أقوله أول حاجة فين الإيمج لاير دي عندنا؟ موجودة في الجزء اللي على الشمال، هو اداك اوبشن ده، ادي هنا كلمة لاير او دي شكل الطبقات بيبقى موجود فيها الجزء ده. تعالوا نفهمه ونعرفه مع بعض واحدة واحدة. اول حاجة رسمة العين دي رقم واحد، دي معناها layer visibility، يعني الامكانية التحكم في رؤية اللاير او لا، يعني رسمة العين اللي موجودة دي احنا لو شلناها المفروض اللاير بيختفي كده، انا مش عايزه يبقى ظاهر، انا مش عايزه يبقى موجود، لو حطيتها كده بنا اللاير موجود قدامي او الصورة موجودة قدامي. دي اول حاجة. تاني حاجة نمبر 2 اللي هي السامبلز او الحاجات اللي هي رسمة صغيرة للصورة بتاعتنا، وكمان بيبقى موجود معاها layer name اسم الصورة بيبقى موجود جنبيها، ادي برضو هنا على البرنامج هي الصورة عندنا اسمها untitled، فهو ادي اسم الصورة بتاعتنا untitled.jpg، يبقى هنا رسمة مصغرة للصورة اللي موجودة، وبعد كده اسم الصورة والاكستنشن بتاعها. طيب تالت حاجة هنا الجزء اللي هو ده new layer، يعني لو عايز اعمل layer جديد نجرب برضو، نقف هنا وندوس، هو هيعمل لي create layer جديد، انا هقدر اسمي اسم layer مثلا اللي انا عايزه وادوس له اوكي، كده عمل لي layer جديد مختلف، layer حطوه لي دايما بيحطوه لي من فوق ده layer الجديد. طب حط layer الجديد من فوق، فعشان كده جت option 4 و5 ان انا اقدر احرك لير فوق اطلعه او انزله بالسهمين الموجودين، انا كده بقدر اتحكم في مكان اللير سواء ده او ده، اقدر اتحكم في طلوع او نزول اللير اللي انا عايزه فيهم. تمام، يبقى احنا زي ما قلنا السهمين دول عشان اقدر احرك اللير اللي انا عايزه فوق او تحت زي ما محتاج ترتيبه معايا في الصورة. نمبر 6 هنا بيقول لنا دوبليكيت لير، يعني انا عايز اكرر اللير ده او اللير ده، بدوس على نمبر 6، دوست هنا عمل لي كوبي، يعني هو بعد ما كتب اسمه عمل لي كوبي، لو جينا عند اللاير التاني ودوسنا كده دوبليكيت عمل لي كوبي من اللاير ده او من اللاير ده. نمبر 7 ديليت، انا لو جيت مش عايز اللاير انا عملته بجيس عند هنا عند الباسكت دي واقول له ديليت لاير، واقف هنا واقول له ديليت لاير، يبقى هو كده مسحنا اللاير. طب ايه مفهوم اللايرات دي؟ هقول لك انا، يعني مثلا دلوقتي انا واقف عند الورده دي وحابب ان انا اضيف هنا جزء مثلا او رسمة تاني ومش عايز ارسم على نفس الرسمة الاساسية، بعمل لير جديد مثلا سي، وهاجي هنا الريكتانجل ده واروح ساحب كده مثلا والونه، بس وانا واقف فين؟ على اللير الاساسي، وابتدي احط لون هنا كده ونلغي التحديد، بقى انا عندي ايه؟ عندي رسمة وفيها لير. طيب انا عايز اسيفها كده او مش عايزها اشيل الفيزابيليتي، يبقى انا كده شلت دي، ممكن نخلي ده ونشيل ده، هيبقى المربع اليلو ده اللي موجود والرسمه الاساسيه هي اللي اختفت. تمام، فهمنا ايه الفكره بين اللاير او فكره اللايرات، ان انا ممكن اعمل طبقه، يعني انا ممكن نعمل نيو هنا مثلا لاير تاني اهو، تمام، وعايزين نغير مكانه نطلعه فوق مش مشكله، طلعناه فوق، هاجي اجيب مثلا ارسم هنا رسمه تاني، هنفترض ان دي رسمة يعني، ونغير اللون مثلا واروح اجي الونه، يبقى انا كده عملت هنا، يبقى انا كده عندي لاير الاساسي بتاعي اللي هو الوردة، وعندي لاير تاني اللي هو الريكتانجل الاسفل ده، وعندي لاير تالت اللي هو السيركل الريد، انا مش عايز الريد دي اروح شايل ده الفيزابيليتي يبقى مش باين عندي حاجة، مش عايز الاصفر اشيله، عايز ده وده واشيل ده، يبقى ده عندي انا ادي رسمتين مختلفتين والتالتة موجودة بس احنا شلناها. ادي كل اللي يخص اللايرات اللي موجودة في البرنامج بتاعنا. هنبدأ مع بعض حاجة جديدة اسمها نستخدم ازاي نعرف ازاي نستخدم فلترز في الصورة، change appearance image using filter. ايه فلتر دي؟ دي قايمة عندنا في البرنامج اسمها فلترز، موجود فيها حاجات كتير، فلترات جديدة بتبدأ تستعملها تدي افكتات وتغييرات في الصورة حاجة شكلها جميل. اول حاجة عندنا فيها اسمها بلور، باين من اسمه من الصورة ان هو بيدي بهتان او بيدي يعني ايه زي بهتان للصورة نغمشة كده عليها، يعني نجرب الفلتر ونشوف مع بعض. ادي الصورة موجودة، نفتح قائمة فلتر نختار بلور او لوحدة، لو ناخد بالنا طبعا مش ملحوظ قوي، نجربه تاني ان الصورة نفسها حصل فيها زي ايه ابتدت تبقى مش باينة قوي، طبعا مع تكرار الفلتر اكتر من مرة
اهي ابتدت الصورة تختلف اهو. لو هنجرب مثلا في صورة تانية عشان تبقى الصور واضحة، هنجيب دي مثلا كده، نبتدي نختار الفلتر هنا اهو، ابتدت الصورة تختلف، تحس ان الصورة ابتدى يبقى فيها نوع من انواع البهتان شوية. طبعا كل مرة بنجرب الفلتر كل ما الصورة تبتدي يروح الزهيان بتاعها وتبقى الصورة البهتان فيها موجود. ده الفلتر اللي عندنا. بقية الفلترات اللي موجودة دي كلها انريتشمنت يا شباب، احنا نقدر احنا قاعدين نتعلم فيها ونجرب براحتنا، لان دي كلها حاجات للقراءة إسرائيلية يعني، نقدر نجرب فيه كمية كبيرة من الفلترات جميلة وسهلة وتدي أشكال حلوة زي ما احنا شايفين. بس احنا هنقدر ناخد اللي علينا اللي هو رقم واحد ده البلورر، ده اللي هنقدر نكمل عليه مع بعض. هنكمل مع بعض ونوصل لحد اخر حاجة اللي هي ايمج تايب، يعني انواع الصور، انواع الصور نفسها. يعني ايه انواع الصور؟ عندنا نوعين من الصور، عندنا حاجة اسمها راستر ايمج وعندنا حاجة اسمها فيكتور ايمج. ايه الفرق بين الاتنين دول؟ الراستر ايمج دي صور عادية خالص، حاجة ممكن تلاقيها على الانترنت، وبرضه الفيكتور هتلاقيها على الانترنت، بس دايما تلاقي ان هي الصورة واضحة معاك وكويسة. اول ما تكبرها ابتدت الصورة احنا بنسميها بتبكسل، بيبقى فيها بيكسلز كده باينة زي ما في الصورة شايفين هنا. احنا لو خدنا جزء الجناح ده وابتدى نكبره، كل ما نكبر فيه بيبان النقط البيكسلز دي، كل ما الصورة بتكبر كل ما بيبان النغمشة او البيكسلز في الصورة. لكن الفيكتورز ايمج شايفين الفرق ما بين هنا، ادي فيكتور ايمج ادي اهو، هو كل ما بيكبر الصورة زي ما هي، زي ما يكبرها زي ما هي صغيرة، ما حصلش فيه اي اختلاف. ادي جزء هنا خد جزء زي ما هو. طب نطبق ده عملي ونشوفه. لو رحنا هنا عند البرنامج، ادي رسمة الوردة اللي احنا حاطينها دي، الصورة دي راستر، دي صورة عادية خالص. احنا كل ما نكبر فيها الصورة بتبكسل، شايفين الصورة ابتدت يبقى فيها نقط كده عشان كبرنا الحجم وغيرنا الحجم. طيب احنا في عندنا صور تاني، ايه دي؟ صور فيكتوري. لو احنا حبينا نكبر ونجرب ونشوف هيحصل ايه، الصورة ما اختلفتش، كبرناها زي ما صغرناها، الالوان هي هي والدقة زي ما هي. ادي الفرق ما بين الراستر والفيكتور، شايفين الصورة واضحة ازاي وصافية بعد ما كبرناها، على عكس الصورة التانية لما كبرناها بقت منغمشة قوي وشايفين البيكسلز بانت قوي فين في الصورة. طيب حاجة تانية ايمج مود. الايمج مود يعني ايمج مود نوع الصورة او اللي احنا هنستعمله. زي ما قلنا في حاجة قبل كده واحنا بنعمل نيو، كان في ار جي بي اللي هي الريد والجرين والبلو، اللي هو تقسيمة او تجميعة الالوان اللي تبقى فين في الصورة، دي الالوان الاساسية اللي بتتكون منها اي لون. حاجة تانية عندنا اسمها الجراي سكيل او اللي هو التدرج الرمادي، ده اللي هو الابيض واسود او تدرج رمادي خالص. والنوع التالت حاجة اسمه اندكس مود. طيب هنوصل لاخر حاجة وحاجة مهمة كنت قلت لكم عليها قبل كده، ان احنا عملنا سيف ايمج. السيف ايمج ده قلنا طلع لنا حاجة اسمها اكس سي اف، وقلت البرنامج هو بس اللي بيقدر يفتح الملفات دي، دي ملفات بيتعرف عليها برنامج الجيم. طيب فرضنا انا خلصت الصورة خالص وعايز اسيف الصورة دي بحيث احطها في اي برنامج تاني، افتحها من اي برنامج تاني على الكمبيوتر، قال لي بتعمل حاجة اسمها اكسبورت، مش بنعمل سيف. يعني احنا في الصورة كنا بنعمل فايل سيف وبيسيفها لنا، لا احنا عايزين نعمل حاجة اسمها اكسبورت. اكسبورت دي هتخلينا اهي اكسبورت از، وبنختار بقى كده الصورة المكان والنوع الصورة احنا عايزين نعملها اكسبورت ايه. تمام، يعني ادي جي بي جي، يا اما نختارها اي حاجة امتداد تاني احنا عايزينه، في كذا امتداد موجود شايفين كل الامتدادات دي، البي ان جي والتي اي اف، كل الامتدادات دي موجودة في البرنامج يقدر يطلع لك الصورة. لكن احنا اكتر شيء بنستعمله واكتر حاجة بنستعملها في الكمبيوتر او على الموبايل او اي حاجة، حاجة امتداد اكستنشن اسمه جي بي اي جي او جي بي جي اي. تمام، الامتداد ده بنقدر نسيف بيه الصورة، بنعمل لها اكسبورت، بتطلع الصورة معانا، نقدر نفتحها بقى على الموبايل، نقدرها على البرنامج، نفتحها في اي مكان هتبقى صورة متاحة لينا. لكن لو سيفنا الصورة او عملنا فايل سيف بالامتداد الاكس سي اف، ده امتداد متعارف عليه في برنامج الجيمب فقط، ما بنستعملوش في اي حاجة تاني، فبالتالي الصورة مش هتقدر تفتح معاك، وبالتالي مش هتقدر تعرف الامتداد. الصورة ممكن شايفين بيبقى شكل الجيمب ازاي، يعني دي متسيفة بالجيمب ودي متسيفة برنامج الجيمب. تمام، وبكده نبقى خلصنا معانا برنامج الجيمب.